محليا افتتحت امبارح النسخة الرابعة من دوري المصارف لكرة السلة برعاية حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة بحفل حاشد بمجمع الشياح الرياضي. حضروا نائب رئيس حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنديري وامين عام الاتحاد اللبناني المحامي شرب الرزق والسيد إلي نمنم ممثل رئيس بلدية الشياح السيد إدمون غاريوس ورئيس نقابة موظفي المصارف السيد أسد الخوري إلى عدد من الشخصيات وممثلي الفرق العشرة ولاعبين ومدربين. وبشارك بدوري المصارف لعام 2017 بنك لبنان والمهجر مصرف لبنان فرنسا بنك بنك الاعتماد المصرفي بنك الاعتماد اللبناني بنك سوسيتي جنرال بنك لبنان للتجارة بنك البحر المتوسط بنك بيبلوس بنك عودي. وكان فريق فرنسا بنك أحرز لقب النسخة الأخيرة بفوزه على بنك الاعتماد اللبناني بالنهائي 60-78.